السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا على قناة وصفات أم أدم وكريم. كنتمنىكم يا ربي تكونوا في تمام الصحة والعافية وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. فاليوم غدا نحضر معكم فطائر معمرين بحشوة مالحة ديال الحوت، ولكن بلا حوت، كتجي رائعة وكيجيو ما شاء الله مورقين بحال شي بتيبان هكا معمرين بشي حشوة مالحة. كيجيو مورقين من الداخل ومقرمشين على برا. فكنتمنى ان شاء الله اقتراح اليوم ينال اعجابكم. ندوز معكم مباشرة المقادير والطريقة ديال التحضير. فبسم الله على بركة الله، عندي هنا واحد الكمية ديال صدر الدجاج اللي قطعته قطع صغيرة، تقدروا تعوضوا كذلك حتى بصدر الديك الرومي. حكيت عليه واحد الريس ديال الثومة يكون كبير، ومع ملعقة كبيرة هكا ديال القزبر ومعدنوس مقطعين رقاقين. بالنسبة للتوابل فدرت شوية ديال الخرقوم أو الكركم، شوية ديال الإبزار أو الفلفل الأسود، واحد الملعقة كبيرة ديال صلصة الصويا، ملعقة صغيرة ديال الموطارد أو الخردل، وملعقة صغيرة ديال الملح. كنضيف كذلك ملعقه صغيره ديال التحميره اولا البابريكا. وهنا باش نعطي لهاد الحشوه هذه النكهه ديال السمك، لانه ما غنستعملوش فيها الحوت، فدرت واحد نص معلقه صغيره ديال البهارات ديال السمك باش كتجينا هاد الحشوه بحال كاننا دارين فيها الحوت. ودرت كذلك ملعقه صغيره ديال الهريسه اولا الحار، وشويه ديال زيت المائده. صافي، وكنحرك هكا داك الدجاج مزيان، ولا كنشرملو في هذوك التوابل اللي ضفت ليه، ونغطيه بواحد القطعه ديال البلاستيك ونخليه هكا كيتشرب ليه واحد المده هكا ديال نصف ساعه. في هاد الاثناء غندوز نحضر العجين باش نخليه كيتدلك الراسو، لانه ما غاديش ندلكو. فغنحتاج ليه الربعه ديال الكؤوس ديال دقيق الفورت اولا الفرينه، ضفت ليهم ملعقه صغيره ديال الملحه، ملعقه كبيره ديال السكر السنيده اولا السكر الخشن اللي تقدروا تعوضوها بملعقه ديال العسل، ملعقه كبيره ديال زيت المائده اولا الزيت النباتي، وواحد الكيس ديال خميره الحلويات اولا البيكنج باودر من وزن 8 غرام. صافي، وغادي نجمع هنا العجين ديال غير بالماء هكا من الروبيني، كنبقى كنضيف فيه شويه بشويه حتى كيتجمع ليا العجين. والعجين ديالكم خاصو يكون شويه طري، ما تقصحوش بزاف وما تخليوش عاوتاني مرخوف بزاف. صافي، كيف كتشوفوا هنا من بعد ما جمعت العجين ديالي فكنخدموا هكا غير شويه باش كنتاكد بانه دوك المكونات انسجموا، ما بقاش عندي هكا شي تكتلات ديال الدقيق. وكيف كتشوفوا القوام ديالو راه كيكون شويه مرخوف، كما شفتوا راه ما دلكتوش نهائيا، راه الشكل ديالو باين. دهنته بشويه ديال الزيت ديال المائده، وغنوضعو هنا بواحد البلاستيك ونخليه لمده ديال ساعه وهو كيرتاح. وبالنسبه للحشوه فعندي هنا فواحد المقلاه زوج حبات ديال البصل هكا مشلضين رقاقين، ودرت معاهم شويه ديال الشامبينيون اولا الفطر هكا طري اللي قطعته. الا ما متوفرش عندكم فديروا الفطر المعلب، لكن ما تضيفوش دابا الا استعملتوا الفطر المعلب. ضفت عليهم شويه ديال زيت الزيتون وملعقه صغيره ديال الملحه. صافي، وكنبقى هكا نشحر في ديك البصيله مع داك الشامبينيون حتى كيتحمروا وكيدبالوا. وكنضيف ليهم هذيك الدجاج اللي شرمت اللي سبق وحضرت معكم من قبل، كتخليه واحد نص ساعه حتى كيتشرب لكم ديك الشرموله باش كيجيكم بنين. وفي هذه المرحله كيف العاده كنجهدوا البوطه باش داك الماء باش داك الدجاج ما يطلقش لينا الماء، وكنبقاو هكا نحركوا فيه وكنخليوه هكا كيتشحر لينا واحد شويه. فهنايا غادي نضيف واحد الملعقه صغيره هكا عامره مزيان ديال الزبده، باش هاد الحشوه هذه كتجينا ملذده وكتجينا بنينه بزاف. فكنضيف ديك الملعقه صغيره كما قلت لكم تكون عامره مزيان ديال الزبده. صافي، وكنبقى هكا نحرك فيها مع داك الدجاج وديك الخطيره، وكنخلي داك الدجاج ديالي كيتشحر ليا هكا واحد المده ديال 10 ديال الدقائق. صافي، من بعد ما كيكون هكا داك الدجاج طاب كيف كتشوفوا، فكنضيف له الشعريه الصينيه اللي بطبيعه الحال فزكتها في الماء طايب وقطعتها، مع الزيتون الاخضر مقطع دوائر، وكذلك واحد نص حامضه مصيره قطعتها يعني باللب ديالها والقشره ديالها باش كتجينا هذه الحشوه محمضه وكتجينا بنينه. قطعتها هكا صغيره وكنضيفها هكا للحشوه، وكنخليها هكا كتشحر واحد المده ديال جوج ديال الدقائق حتى كيتشربوا ليا النسمه ديال دوك المكونات كاملين. صافي، وكنطفي على الحشوه ديالي ونخليها تبرد. فكنرجع هنا للعجين ديالي من بعد ما كيكون ارتاح ودازت عليه ساعه ديال المكانه. شوفوا ما شاء الله القوام ديالو كيفاش كيولي بحال كاننا دلكناه، كل ما خليتوه ارتاح كل ما كيولي طري وكيدلك الراسو الراسو. كندهن ايديا بشويه ديال الزيت ديال المائده، وكيف كتشوفوا كناخذ العجين وغادي نقسموه هكا لخمسه ديال الكويرات. صافي، وكندهن ليهم مزيان الوجه ديالهم بزيت ديال المائده باش ما كتكونش هذيك القشره قاصحه من الفوق، ونغطيهم بالبلاستيك ونخليهم كيرتاحوا لمده ديال 10 ديال الدقائق.
من بعد ما كيكونوا الكويرات ارتاحوا فكناخذ دائما اول كويره شكلت وكندهن سطح العمل فقط غير بزيت ديال المائده، فغدا نطلق هكا غير بزيت ديال المائده. وحاولوا انكم ترققوا مزيان مزيان العجين ديالكم، كل ما رققتوه كل ما كيجيوكم الفطائر ديالكم مورقين ومقرمشين، ما كيجيوكمش فيهم اللبابه كثيره في الداخل او معجنين. صافي وكندهنهم هنا بواحد الملعقه ديال الزبده، انا استعملت الزبده الحيوانيه غليتها مزيان حتى تبخر منها داك الماء. تقدروا تستعملوا كذلك حتى الزبده الخاصه بالتوريق، بحال بحال يعني، حتى هذه كتعطي نفس النتيجه. كتغليوا الزبده ديالكم مزيان حتى ما كيبقاش فيها الماء. صافي وكتشوفوا كنطويها على ربعه، يعني ملي كنطوي ضروري ما تدهنوا كذلك حتى في الداخل اولا كترشوا بالزبده باش كيجيكم الفطائر ديالكم مورقين. صافي وكنكمل بنفس الطريقه، كنبقى دائما ندهن سطح العمل غير بالزيت ديال المائده وكنورق الكويره ديالي مزيان مزيان وندهن هكا بالزبده. ضروري ما ديك الزبده تكون واصله ليها كامله، يعني ضروري ما الزبده تقيس العجينه كامله. صافي وكيف كتشوفوا كنطويها وكنعاود مره اخرى نرش بالزبده ونطويها على شكل مربع. صافي وتنستمر هكا بنفس الطريقه بالنسبه للكويرات الثلاثه الاخرين. بالنسبه للحشوه ديالي من بعد ما كتكون بردات فكنضيف لها هنايا شويه ديال الجبن مبشور، انا استعملت الفرماج حمر هكا باش كتجينا هاد الحشوه ديالنا يعني بنينه. صافي وكنرجع هنا لدوك المربعات اللي شكلت، كناخذ اول مربع لانه كتكون ديك الزبده اللي فيه يعني بردات وقساحت، وغادا نبدا هكا كنقرص فيه. حاولوا انكم تقرصوه مزيان مزيان، يعني ما ديروش له بحال اللي كنمهم طيبوا المسمن، ضروري ما ترققوه مزيان مزيان باش ما تجيكمش البابه فهاد الفطائر ديالكم. صافي وكيف كتشوفوا كنجيب هنا الحشوه ديالي، نحاولوا نوضعوا يعني واحد الكميه يعني اللي لا باس بها باش الفطائر ديالنا كيجيونا ما شاء الله عامرين. صافي وغادا نبدا هكا كنطوي، كنبدا نجيب داك العجين اللي في الجنب وغادا نبدا هكا كنطوي. راه بسهوله كتطوى معكم، واخا كيبان لكم بانه غطويو ثلاثه ديال الطويات ما تخافوش ان زعما تجيكم العجينه فيه في الداخل نهائيا. اهم حاجه هو انكم ترققوهم مزيان، كنعاود ناكد عليها ضروري ما ترققوا هكا داك المربع ديالكم مزيان باش ما تجيكمش العجينه في الداخل ديال الفطائر ديالكم. صافي وكنوضع الحشوه هكا في الجنب وكنلف عليها ثلاثه ديال اللفات، وبنفس الطريقه غادا ندير كذلك حتى ثلاثه ديال المربعات الاخرين اللي تبقاو ليا. ملي كنشكل الفطائر ديالي كاملين فوضعتهم في الطاوله اللي كتدخل الفران وفرشت ليها قطعه ديال الورق ديال الفرن، وكيف كتشوفوا راني تنقرصهم شويه ما تنخليهمش يعني هكا مدورين، تنقرصهم شويه باش كيجيو بحال شي بتيبان. وكنجيب صفار بيضه اللي ضفت لي شويه ديال الحليب وكندهن به الوجه ديال الفطائر. تقدروا تدهنوا فقط غير بالزبده الا شاطت لكم الزبده اللي ورقتوا بها الداخل ديال الفطائر ديالكم، شاطت لكم فدهنوا بها الوجه ديال الفطائر، ماشي ضروري تستعملوا صفار البيض. وكذلك غدا نرشهم شويه ديال الحبوب الخشخاش اولا الزجاج المهم اللي متوفر عندكم. وهنا غدا نحاول انني نقطعهم يكونوا متساويين، فكتقطعوهم هنا ماشي غير كتفلحوا، ضروري ما تقطعوا. صافي وغدا ندخلهم الفران اللي سبق لي وشعلته على 250 درجه، فاش كنت كنعمر فيهم كنت شاعله الفران على 250 درجه والعافيه من الفوق ومن التحت. غدا نوضع الفطائر ديالي في الفران على 250 درجه ودائما العافيه من الفوق ومن التحت لمده 5 ديال الدقائق. غير دوز 5 ديال الدقائق يتورقوا لينا الفطائر ديالنا. غدا نقص العافيه ل 160 درجه وكنخليها دائما من الفوق ومن التحت حتى كيطيبوا على خاطرهم وكيتقرمشوا وكيتحمروا. فضروري ما تسمعوا هذه النصيحه هذه تاعت الفران باش كتحصلوا على فطائر ما شاء الله اللي كتجيكم مورقه وما تجيكمش كارمه. ضروري ما تدخلوا الفطائر ديالكم الفران اللي يكون سخون بزاف باش مباشره كيتورقوا لكم، الا دخلتوهم الفران بارد فديك الزبده اللي درتو فيهم بالداخل غتذوب لكم وغادي يجيوكم قاسحين وكارمين، ما يجيوكمش نهائيا هكا مورقين ورطبين من الداخل. فراه ما شاء الله كيجيو مقرمشين من على برا ومن الداخل كيجيو رطبين، يعني ما كيجيوش نهائيا قاسحين. وديك الحشوه اللي درنا بالتوابل ديال السمك كتجي ما شاء الله بحال كاننا دايرينها يعني بالحوت، وهي راه فيها غير الدجاج والخضر. فكنتمنى ان شاء الله الاقتراح ديال اليوم ينال اعجابكم وانكم تجربوا الوصفه. فوصلت النهايه ديال الفيديو، شكرا لكم بزاف على المشاهده، نتلقى بكم مره اخرى على قناه وصفات ام ادم وكريم، مع السلامه.